اللي هو أخذنا بالجزء الأول من الفلاجيليتس أو الفلاجيليتس، الجياردية. اليوم ناخذ اللاشمانية، اللي هي اللاشمانية عادة ما تنتقل عن طريق البلاد أو تصيب الأنسجة. طبعا عندنا عدة أشكال للشمانيا أو اللشمانيايسز، يعني اسم المرض. بها عدة أشكال، مورفولوجيك فورمز، there are four morphologic forms in hemoflagellates. ذول الأربعة طلاب هاي الأشكال أريد من يمكم تحفظوها، هاي مهمة. عادة مو كل الطفيليات تكون حاوية consist of four forms، أحيانا have two or three or four. عندنا الشكل الأول اللي هو الأماستيغوت، برو أماستيغوت و إبي إما أماستيغوت، و الشكل الأخير اللي هو ترايبوماستيغوت. ذول الأربع أشكال أريد تحفظوها، أسماءها تحفظوها، تركزون بيها حتى تشوفون الفرق منو من الطفيليات اللي أحيانا بعض الطفيليات يكون بي أماستيغوت برو أماستيغوت بس ما بي إبي ماستيغوت، والعكس هم صحيح. بالنسبة لطفيلي اللاشمانيا، هذا الطفيلي يسبب لنا إصابات مختلفة في جسم الإنسان. أحيانا تكون الإصابات جلدية continuous leishmaniasis، هاي تصيب السكين، تسبب لنا infection of capillaries of the skin. وعندنا الميو continuous اللي هي عادة ما تصيب الأحشاء أو الأغشية، الأغشية المخاطية. أحيانا تصيب الأورال أو الماوث، والنصل ميوكوزا تصيب الأغشية المخاطية للفم والأنف، تسبب لنا إصابات بالغة. وعد الفيزرال اللي هي سيستميك، هاي هذا الطفيلي هو أخطر أنواع الطفيليات، سبيشيز أخطر أنواع السبيشيزات بالنسبة للشمانية. هذا الطفيلي عادة يصيب الأعضاء الداخلية للجسم. بلي طلاب تسمعوني اللي على الاف سي سي؟ اي، ما انا قلت لكم نزلوه يمكم، لان اذا انزله طلاب ما راح يفتح، يعني راح نفقد الاتصال، ما يقلب، يكون كلش ثقيل. فقلت لكم نزلوه يمكم حتى تقلبون وياي، انتم فقط تقلبون يمكم، تقدرون؟ ماشي زين. الاشياء المهمه اني راح اقول لكم بها على شنو تركزون، اي شيء مهم راح اقول لكم تركزون عليه. اوكي طلاب على الميت تسمعوني، طلاب اللي على الميت، نعم دكتور. تمام. عندنا ذول الأمراض الثلاثة، هي إما يصيب لنا الجلد continuous أو يصيب لنا الأغشية اللي هي ميو continuous، وعندنا الفيزرا اللي هو يصيب لنا الأعضاء الداخلية، مثلا عندنا يصيب لنا الليفر أو السبلين أو الليمف نود. ذول الثلاثة عادة يتعرضون للإصابة بهذا الطفيلي. زين، عندنا الليشمانيا تنقسم إلى نوعين، هو أكثر من نوعين، لكن إحنا نعطيكم تو سبيشيز، اللي هو الليشمانيا تروبيكي، هاي مهم، اللي بدنا الأساسيات. وعادة هاي تكون كونتينيوس ليشمانيايسيس، يعني إصابات جلدية. إذا التروبيكي تسبب لنا إصابات جلدية تصيب السكن. وعندنا الليشمانيا دوفاني، ليشمانيا دوفاني
هاي الفيسرال ليشمانيايسس، هاي تصيب الأعضاء أو الأجزاء الداخلية بجسم الإنسان. إذا صار عندنا نوعين، عندنا النوع الأول تروبيكي وعندنا دوفاني. طلاب ذول تركزون عليهم، يعني إن شاء الله بالامتحان حيجيكم سؤال على ذول الاثنين. زين، عندنا ذول الطفيل الليشمانيا طلاب، الليشمانيا بي تو ستيج لايف، يعني عندنا اخذنا احنا بالجزء الاول وين يكون الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج. هسه نجي هنا اليوم اجت عندنا ستيجات اضافيه، ستيجز اضافي اللي هو قلنا الاماستيجوت والبرو اماستيجوت. اذا عندنا الليشمانيا بها اما اماستيغوت او برو اماستيغوت او الاثنين يكون موجودين. اذا ايبي ما بيها، تمام طلاب، بيها فقط اونلي اماستيغوت وبرو اماستيغوت. بالنسبه للاماستيغوت طلاب، الاماستيغوت حتى يجينا مثلا سؤال شنو الفرق بين الاماستيغوت والبرو اماستيغوت، لان تركزون عليها انه الفرق بالشكل. طبعا هذا الاسبوع الجاي ان شاء الله هاي الايام بالمختبر، طبعا هذا مطلوب رسم، تقدرون ايضا منا ترسموه تحضروه بالدفتر مالتكم حتى لا تتاخرون بالمختبر. زين، ترسمون هذا الاماستيغوت مع التاشير وتشوف الفرق شنو بيناتهم. هذا اللي يكون راوندد اوفال، يحتوي على وان نيوكليوس تكون اكسنتريك، اكسنتريك قلنا جانبيه تكون. زين، الكنتوبلاست يكون موجود بها، كنتوبلاست، والشيء اللي ما موجود بها واللي يميزها عن البرو اماستيغوت هو الفلاجيلا. هنا فلاجيلم او فلاجيلا ما يكون موجود طلاب، بينما هسه راح نجي للبرو اماستيغوت راح يكون الفلاجيلا موجود، وهي صفه مميزه بين البرو اماستيغوت والاماستيغوت. وكذلك النيوكليوس ايضا هناك تكون سنتريك، هنا شو تكون اكسنتريك. هنا الكنتوبلاست يكون موجود، هنا الكنتوبلاست نشوفه موجود او لا، وشلون حيكون بالنسبه لل برو اماستيغوت. هنا هذا عندنا طلاب البرو اماستيغوت الشيب مالته يكون طولاني لونج وسلندر، زين اسطواني. النيوكليوس مالته يكون سنترال، الكنتوبلاست يكون انتيرير يعني محوري، وتكون حاوي على سنجل فلاجليت. الفلاجليت هذا تشوفوه طلاب اللي يكون اعلى البرو اماستيغوت، هذا هو الفلاجليت. هذا صفه مميزه او تقدر تفرق. اذا يجيك سؤال طلاب تركزون، مره نقول كومبير بتوين، قارن. اذا يقول لك كومبير بتوين برو اماستيغوت او الاماستيغوت، تجي تقارن تشوف تشوف تكتب كل المقارنات سواء كانت الموجودة أو غير الموجودة. يعني هذا تقول بي فلاجليت، زين، أو تقول هذا الكنتوبلاست موجود بي، هذا أيضا كنتوبلاست موجود بي، لكن نقول what are the difference between، أنا أريد الفرق بيناتهم. من يكون أريد الفرق طلاب تكتبون لي اللي موجود بهذا ما موجود بهذا، لا تكتبونها مقارنة، المقارنة غير الفرق. هاي تركزون عليها، يعني الأساتذة أيضا دائما يجيبون هيك أسئلة. زين طلاب، هسه نجي للليشمانيا تروبيكي نحكي عليها، شو تسبب لنا، شنو الأمراض اللي تسببها؟ طبعا قلنا تسبب إصابات جلدية اللي هو الكنتينيوس كرونيك ديزيز، هذا تسببه الليشمانيايسيس، وأيضا يسمونه الاورنتال سور، زين، ويسموه الدلهي بويل، حبة دلهي، وعدة أسامي. هاي مهمة الأمراض تركزون عليها. أيضا عندنا شيء مهم
انه الفكتر، تركزون عليه، الفكتر من الناقل، شنو اللي ينقل هذا الطفيلي؟ اللي هو الساند فلاي، يكون اخر السطر الاخير اللي هو الساند فلاي، وايضا الجنيرا. هاي جنيرا، شنو الجنيرا اللي هنا يعني بالنسبه لهذا الفكتر؟ يا جنيرا عندنا ساند فلاي هواي، لكن احيانا اريد فقط الجنيرا، احيانا اريد فقط الفكتر. راح انت تقول لي ساند فلاي او ذا جنيرا، فليبتوماس. تمام طلاب، الاسماء مالكم تحفظوها. اذا هاي ذباب الرمل، ذباب الرمل في الجنيرا فليبتوماس. زين طلاب، هذا الليشمانيا تروبيكي، هذا البرو اماستيغوت، هذا رسم، هذا ترسموه ايضا، راح بالمختبر نرسمه، اللي يريد يرسمه ويجيبه وياه حتى ما يتاخر براحته، يقدر من السلايدات يرسمه، اللي هو البرو اماستيغوت. هذا يكون بيه الفلاجيلم، يكون واضح هنا النيوكليس موجود بشكل واضح. زين هذا هو الفكتر الساند فلاي فليبتوماس. هاي بالنسبة لمن جاي نحكي احنا لحد الآن؟ يا طفيلي، جاي نحكي التروبيكي. تمام طلاب، هذا هو البعوض اللي هو الساند فلاي فليبتوماس. هذا الفكتر تكتب لي كامل، من اقول لك الفكتر تقول لي فليبتوماس ساند فلاي، اذا اقول لك فقط الجينيرا، فقط الجينيرا راح تكتب لي فليبتوماس. هاي تفرقونها طلاب. هذا هو الساند فلاي موسكيتو. تمام طلاب، هذا البعوض. طلاب، النيم اوف ديزيز بالنسبه للتروبيكال ليشمانيا، اذا اقول لك وات كوسز، شو تسبب ان الليشمانيا او الليشمانيا التروبيكي، تقول لي تسبب ان كونتينوس ليشمانيسيس، الليشمانيات الجلديه او الاصابات الجلديه، وهاي الصوره واضحه، هذا السلايد يوضح لكم الاصابات اللي هنا تكون عندنا بالقدم، هنا تكون بالاعلى الكف. عندنا الطلاب اللايف سايكل بالنسبه لهذا الطفيلي، طبعا اذا تلاحظون انه برقم واحد فوق، هذا الساند فلاي يجي يسوي انجكتد للسكن، جلد الانسان، حتى شنو تيك ا بلاد، حتى ياخذ البلاد. من راح ياخذ بلاد، شنو راح ينتقل لجسم الانسان؟ راح ينتقل البرو اماستيغوت ستيج، هذا الستيج راح ينتقل. من يدخل جسم الانسان، منو راح يهاجمه؟ راح يهاجمه الفاجوسايتوسيس. الفاجوسايتوسيس هاي عمليه، من يسويها؟ الماكروفاجز، خلايا الماكروفاجز المناعيه بعمليه التهاميه تسمى الفاجوسايتوسيس، راح تلتهم البرو اماستيغوت. طبعا دخلت البرو اماستيغوت داخل الخليه، تشوفوا رقم 3 برو اماستيغوت، طبعا بداخل الخليه المناعيه او الخليه الالتهاميه راح يتضاعف البرو اماستيغوت، وراح ينتقل هذا ترانسفيرم. وين يروح؟ اليا ستيج يتحول، بعد ما يتضاعف ويصير فيه، يصير فيه ريبليكيشن او انقسام، راح يتحول الى اماستيغوتس. هنا الاماستيغوتس شنو؟ هذا دايجنوستيك ستيج. اذا عندنا هنا دايجنوستيك ستيج اللي هو الاماستيغوت، بعد ما تضاعف داخل الماكروفيج راح تنفجر هاي الخليه، وراح يتحرر داخل الكابيلاريز والفين، وينتقل بداخل مجرى الدم، وايضا هنا
يكون من ينتقل داخل الدم راح يكون هنا دايجنوستيك ستيج. اذا منو عندنا الدايجنوستيك ستيج؟ هو الاماستيغوت، هاي تركزون عليه. الاماستيغوت هو دايجنوستيك ستيج. زين، هاي دورة الحياة. بعد يجي البعوض مرة أخرى، يجي أيضا ياخذ وين؟ ياخذ البلد، يجي يسوي انجكتد الجسم الإنسان. إيش راح ينتقل؟ راح الأماستيغوت يروح ويا الدم إلى البعوض. إذا انتقل من الإنسان رجع وين؟ للبعوض. شنو اللي إجى للبعوض؟ اللي هو الأماستيغوت. تمام طلاب؟ هذا وين راح يبقى؟ راح يبقى بالماوث مال البعوضة. هاي البعوضة راح تروح إما تسوي انجكتد للحيوانات، للكلاب، للقطط وما شابه ذلك من الحيوانات اللي تكون عادة أليفة أو يستخدموها داخل المنازل. فهاي أيضا راح تكون هي الطفيلي راح يعيش داخل جسم هذا الكائنات. زين، ومرة أخرى أي يرجع يتحول الأماستيغوت إلى برو أماستيغوت، ويجي أيضا مرة أخرى دورة الحياة لهذا الطفيلي تنتقل داخل جسم الإنسان. إذا جسم الإنسان هو يعتبر مرحلة وسطية. فأثناء ما يدخل جسم الإنسان راح يسبب لنا إصابات، وأهم الإصابات اللي هو إصابات بالغة اللي هو مثلا السبلين أو الليفر أو الليمف نوت. هاي بالنسبة للفيزرال ليشمانيا، تصيب لنا أحشاء داخلية لجسم الإنسان. زين، الدايجنوسيز لاب دايجنوسيز شلون نشخصها؟ عندنا المونتينيغرو ما ناخذ من السكن زي مثل المسحة أو السواب ونجي نصبغ بالصبغة المونتينيغرو، وعندنا أيضا من الالتهابات الجلدية أحيانا ناخذ اللوكال انفلاماتوري رياكشن، أحيانا ناخذ من السكن، وعندنا المايكروسكوبي اكزامينيشن أيضا، وعندنا الايزو انزيم، وعندنا المولكولار اللي هو البي سي ار، وعندنا السيرولوجي او السيرولوجيك تيست اللي هو انتيبودي انتيجين فلوريسنت. هاي بالنسبه للتشخيص المختبر، وهذا مهم هاي تحفظوها. زين، هسه خلصنا من التروبيكي، نجي طلاب الى الطفيل الثاني اللي هو الليشمانيا دوفاني. الليشمانيا دوفاني والفيزرال ليشمانيسيس. شنو الفيزرال ليشمانيسيس؟ هنا هذا هو المرض اللي من يسببه الدوفاني. اذا لازم تفرق انه الدوفاني تسبب لنا الفيزرال ليشمانيسيس، هذا اسم الديزيز او اسم المرض. ايضا المورفولوجي هذا شويه تركزون بيه، لكن بالنسبه للفيزرال شنو اسمه؟ يسموه اسم المرض مو فقط ليشمانيسيس طلاب، عندنا عده اسامي له. كلازر يسمى ايضا هذا الديزيز كلازر، او يسموه الدمدم فيفر. دمدم فيفر هاي الاسماء تحبها. هنا ايضا طلاب عندنا شيء مهم لازم تركزون عليه اللي هو ايضا عندنا الفيكتور من ينقله، ايضا هو الساند فلاي فليبتوما ساند فلاي و هنا هذا الطفيلي الساند فلاي ايضا دوره حياته هي نفس دوره حياه بالتروبيكا. هسه صار عندنا اشياء مهمه، الجينرا والفكتر لازم تفرقون بيناتهم، واذا اقول لك فقط فكتر تكتب لي كامل فليب توماس اند فلاي، اذا اقول لك فقط جينرا تقول لي الف فليب توماس.
هذا صار واضح عندكم طلاب. عندنا ايضا الدايجنوسيس ناخذ يعني بالاحياء الداخليه تشو يعني تقطيع نسيج نسوي ونبحث حتى نشخص هذا الطفل اللي موجود او لا او ما موجود. وعندنا دايركت اكزاميشن اللي هو سمير، وعندنا سيرولوجيك، وعندنا الكواجوليشن، وعندنا الاندايركت فلورسنس، وعندنا هاي المهمات اللي احكي لكم اياها، والموليكولر دايجنوسيس تكنيك عندنا مهمات. وعندنا ايضا المونتينيغرو سكين تيست. طلاب بدنا تحفظوهن، يعني من اقول لك عدد لي فد ثلاث طرق من طرق تشخيص الدوباني، تعدد لي فد ثلاثة أو أربعة من ذولي. طلاب هذا بالنسبة للبرو أماستيغوت اللي يكون على جهة الليفت، أيضا هذا للرسم. وعندنا الأماستيغوت يكون على جهة الرايت الأشماني، هاي أيضا ترسموا هذا السلايد. هاي عندنا بعض الإصابات، هاي الصورة لهذا الطفلة شلون مصابة، طبعا هاي بالفيزرا المصابة، ولهذا نشوف عندها انتفاخ الصور بالسبلين مالته، السبلين مصاب هنا. ثانك يو طلاب، هذا المختبر مالتنا اليوم خلص، ان شاء الله بكرة ناخذ العملي، راح نركز فقط على الدايجنوسيس والرسم.